السلام عليكم، معكم محمد العربي بكدوري، ممثل ديال الشركه بيكداليون في طنجه، هي الديستريبيتور ديال ستروغال وصونفي. ستروغال كاع اللي كي لي بروفيل ديال الالومنيوم صونفي، هي اللي فولي غولو السيستيم الجديد ديال التكنولوجيا الدوموتيك وكلشي اللي كيتعلق بالستائر. وحنا اليوم فتحنا هذا المعرض في طنجه، كنسهلوا على الكليان ديالنا، على الزبائن ديالنا اللي كي لي بروموتور، كاع لي بروفيل اللي كيبغي يخدموا في هذه كيجي يشوفوا معنا هنايا كما ينبغي، ماشي بحال الواحد كيبغي يعمل حاجه في الدار ديالو وما عارفش شنو غادي يدير. هذا المحل فتحيناه لجميع الناس اللي يجيو يشوفوا اي حاجه بغاو يعملوها في الدار ديالهم، كاع اللي كيتعلق بالالومنيوم والريدو والستائر ديالو. ومفتوحين حنا طول الاسبوع من غير يوم الاحد ان شاء الله. هذا المعرض اللي تعتبر الاول من نوعه في جهه طنجه تطوان الحسيمه، جاء في اطار تعزيز الشراكه القائمه بين شركه صونفي ماروك وشركه بيكداليون، واللي تنطمحوا من خلاله لترسيخ الجوده وتعريف منتجات ديال شركه صونفي لجميع الحرفيين والمستهلكين ديال المنطقه. الوغ مرحبا بكم اليوم معنا في افتتاح ديال بيكداليون. بيكداليون هو واحد من ديستريبيتور ديالنا هنايا في طنجه اكسكلوزيف داكوغ ديال ستروغال. ستروغال هي واحد لا مولتي ناسيونال اسبانيول اللي دخلت المغرب اكثر من 10 سنين، وبهذا الافتتاح كنبداو وكنوصلوا ليماج كوربوراتيف ديالنا ديال هذا الكليان اللي هو بيكداليون. وسعيد فهيم اون طون دي كوم ديريكتور كوميرسيال غيشرح لكم كيفاش كنتعاملوا مع الكليان وكيفاش كنوصلوا الكليان للبرودوي فينال. حنا معمل هو ديستريبيوتور وحنا في طنجه. الوغ لو بوت حنا عندنا من افتتاح هذا الفروع هو نقربوا المنتوج ديالنا للزبون، والافتتاح ديال هذا المقر هذا في المدينه ديال طنجه، لان مدينه طنجه هي واحد القطب اللي كينمو، وحنا بغينا في هاد العمليه هذه نقربوا المنتوج ديالنا للناس اللي غادي يستعملوه. ولقينا في الشركه ديال السي العربي واحد الانسان اللي غادي يمشي في هذيك الفلسفه اللي حنايا مسطرينها للمنتوج ديالنا، لان غادي يكونوا من بعد افتتاح في فروع اخرى اللي غادي تكون في جميع المدن، ونتمنى نتلاقاو معكم ان شاء الله في الافتتاحات الاخرى.